هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه الحلقة المتجددة من مجلس الصائمين، أهلا بكم مع هذه القيم الإنسانية الرفيعة التي نضعها في البداية كعنوان صغير، ونظن أن هذا العنوان الصغير ربما يلهمنا بعض الكلمات وبعض التعليقات التقليدية وبعض التعقيبات التي اعتدناها واعتدنا أن نسمعها من بعض الأئمة على المنابر في خطب الجمعة أو في الأحاديث الدينية التي تأتينا عبر وسائل الإعلام المختلفة. لكننا نفاجأ بأن هذا العنوان الصغير كأنه باب على مدينة يفتح لنلج منه إلى مدينة كبيرة بأسرها، ممتلئة بالعناصر، زاخرة بالمفارقات وزاخرة بالمعلومات التي للأسف نعرفها لأول مرة، ليس لقصور دائم منا في محاولة التعرف، ولكن لأننا أسلمنا قيادة المعرفة لمن لا يؤتمن عليها، فهو ثبت أنه يحجب عنا بعض المعارف ويعطينا ما يناسب مزاجه وهواه. وأقصد هنا أصحاب الخطاب الديني الذين سئلوا عن تبيان هذه المعلومات فأخفوا بعضها وأطلقوا بعضها وأشعوه لكي يكون سلاحا في صالح الآراء التي يعني تناسب مزاجهم وهواهم. على كل حال، أعتقد أنه مع تكرار الحلقات حرية الاختيار وهذه الإرادة في الإنسان توفرت بالشكل المناسب ليختار آراءه من بين الآراء التي يطرحها العديد من الفقهاء، بل ربما يتجاسر ويقترح أيضا، وله ألف حق بحكم هذا العقل الذي أسكنه الله في هذه الرأس. قيمة اليوم هي قيمة الزوجة الصالحة. طبعا كثيرون ينتظرون كلاما تقليديا في هذا الموضوع، اعتدوه، لكن أقول لهؤلاء لا أظن أن ما ترغبون فيه سوف تجدونه بوفرة في هذا الحديث. على كل حال، ربما يكون توقعي غير صحيح، لكن من المؤكد أننا سنصفر بعناصر حقيقية لهذه القيمة المهمة، قيمة الزوجة الصالحة. سنحاول في البداية التعرف على هذه القيمة بتعريفها، تعريف قيمة الزوجة الصالحة، وتعريف أو الإجابة على التساؤل كيف تتحقق الحسم
لصلاح الزوجة أو لاعتبار الزوجة صالحة، ثم بعد ذلك نتعرف على إنسانية قيمة الزوجة الصالحة، أي أنها قيمة ليست مقصورة أو ليست حكرا على الإسلام والمسلمين، بل إنها قيمة إنسانية يمكن ببساطة للمتأمل أن يتعرف عليها في كثير من التفاصيل لكل الأمم في كل زمان ومكان. ثم نتعرف بعد ذلك على ثمرة هذه القيمة، وبعد ذلك على دور مصادر الدين في تأكيد هذه القيمة عند الإنسان السليم أو سليم الفطرة. بعد ذلك نتحرك على إشكالية محاولة أسلمت هذه القيمة، أي جعل هذه القيمة حكرا على الإسلام والمسلمين، وكأن الإسلام أسسها لأول مرة في حياة البشر. هذه المحاولة لهذه الأسلمة يترتب عليها إشكاليات لخصت في 3 عناصر: سيف الوصاية، سيف القوامة، سيف الطاعة. وبعد ذلك ننتهي إلى المحور الأخير والمهم، وهو الأفكار والإجراءات التي يمكن أن تترجم هذه القيمة لسلوكيات وأن تجسدها كتفاصيل حياة لكل البشر في كل العصور وفي كل الأزمان. وعليكم في هذا المحور الأخير أن تساهموا بقدر كبير، وهذه المساهمة هي التي ستجعلكم شركاء في مسابقة هذا البرنامج. هذه المسابقة التي نعد بأن لها جوائز، الحمد لله جوائز قيمة، فلها جوائز 30 رحلة عمرة و 100 جائزة نقدية، قيمة كل جائزة 2000 جنيه. فنرجو بإذن الله أن نقرأ وأن نتعرف على مساهماتكم المهمة في تقسيم وتجسيد هذه القيمة إجرائيا في حياة الناس. اسمحوا لي الآن أن أرحب بعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي. دكتور سعد، أهلا ومرحبا بسيادتك معنا. بارك الله فيك وفي المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لسيادتك. شكرا. سيدي الفاضل، نبدأ بسرعة لأن الموضوع ربما يطول شرحه. قيمة الزوجة الصالحة، هي الزوجة الصالحة قيمة إنسانية؟ طبعا. هتقول لي يعني الزوجة سلعة بقى، مدام قيمة هنبحث عنها؟ هقول لك ما هو بكرة إن شاء الله هنتكلم عن الزوج الصالح. إذن ما حدش أحسن من حد. لا، الكل في الهوى سوا. زي ما هنتكلم النهاردة عن قيمة الزوجة الصالحة، بإذن الله هنتكلم بكرة عن قيمة الزوج الصالح. طب ابتدينا ليه بالزوجة؟ الإجابة عندك. سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: سووا بين أبنائكم ولو كنتم مفضلا أحدا لفضلت النساء. وفي رواية ذكرها ابن حجر والسخاوي: لفضلت البنات. قطع عليكم الطريق الدكتور حتى لا يقول البعض من الرجال طبعا الأسبقية للنساء لأنهما الأكثر حاجة للصلاح. لا، قطع عليكم الأسبقية لأفضلية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى كمان ربنا قدم النساء زي ما ذكرنا الآية القرآنية في حلقة أمس: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأ بإيه؟ بالإناث. بالإناث. فمن باب أولا إعطاء الحق لحقه، بدأنا بحق أو بالزوجة الصالحة أو الزوجة الصالحة، وهي بالمناسبة في الآخر هترجع للرجل. يعني الرجل هو اللي هينتفع طبعا. يعني إذن الرجل ما يزعلش ليه؟ بدأنا باللي هو عايزه. أيوه صح، تمام. يبقى الرجال دلوقتي هم السعداء لأن بدأنا بما يطلبون. الزوجة الصالحة في أول تعريف، عايزين نتكلم في العنصر الأول اللي هو التعريف وبيان الزمن المحسوب في أن الزوجة دي صالحة ولا غير صالحة. الذهن هينصرف زي ما أنت قلت كده في المقدمة، هتسمعوا كلام تقليدي. لا، الحمد لله. الذهن هينصرف إلى أن الزوجة الصالحة التقية العابدة اللي بتعتمر كثيرة قراءة القرآن الكريم، ده التفسير السلفي اللي عمل غسيل مخ للناس وخلى كلمة صالح معناها ايه؟ عابد وناسك وزاهد. طب بتتجوز ليه؟ يعني المسألة إذا كان فيها مزايدة على هذا الزوج يبقى الزواج ليه؟ طب ما تخليها في بيتها وتفضل ناسكة عابدة وهو يفضل في بيته ناسك وعابد. إذن التفسير ده، الزوجة الصالحة بالتفسير ده من أول وهلة مش وارد. جميل. نعرف أول من هي الزوجة، وبعدين نعرف كيف ما معنى الصالح. الزوجة هي امرأة الرجل.
هي امرأة مين؟ الرجل. الرجل يعني ايه امرأة الرجل؟ أي في اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يكون بينهم عشرة، هذه العشرة تعرف على أنها عقد نكاح والعقد زواج بشروطهما اللي تراضي عليها. تمام. مش تمام. انت عديتها تمام ليه؟ ده تمام في التعريف، مش تمام. أيوة. مش تمام في القناعة. ده ديت هيترتب عليها انك هتقول لي الاوروبيين اللي بيتجوزوا بطرق معينة هنعترف بيها؟ ايوه طبعا لازم نعترف بيها. والمسلمين اللي لهم طريق معين وشكل معين في الزواج نعترف بيه؟ ايوه نعترف بيه. الاخوة المسيحيين اللي لهم طريق الزواج ونظام للزواج نعترف بيه؟ ايوه نعترف بيه. نعترف بكل الطرق ديت؟ ايوه. ليه؟ لان اصحابها هم اصحاب الشأن، هم اصحاب القرار، هو اللي قال لك دي مراتي. مش من حقك تقول له لا مش مراتك. تمام. هي اللي قالت لك ده زوجي، مش من حقك تقول لا ده مش زوجك. القرار قرار مين؟ اصحاب الشأن. تمام. دخلك ايه؟ تعال شوف القرآن الكريم وهو بيتكلم عن المشركين او فرعون. في المشركين: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وايه؟ وامراته حمالة الحطب. مراته. مراته. القرآن الكريم اقر بان دي مراته. ادي زوجته. تمام. القرآن الكريم قال والمدعي مراته؟ لا. ولا قال وامرأته؟ وامرأته. اذا انت اقريت هو جوز ابو لهب على كتاب والسنة؟ لا. ولا جوز على نظامه بعرف الجاهلية ومراته راضية وهو راضي؟ تمام. خلاص انا دخلي ايه؟ وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. هو فرعون اتجوز على كتاب والسنة؟ لا طبعا. ربنا وصف او نسب مراته لانها مراته ولا عايشة معاه في الحرام؟ لا طبعا انها مراته. اذا الزوجة هي امرأة الرجل بحسب ما بيتفقوا سوا على ان زواج. تمام. ده نظامنا. ده نظامنا نحترم. المجتمع من حقه يتدخل ويضع ضوابط. يتدخل ويضع ضوابط، بس المجتمع بقى اللي قابع على نفس شعبه يضع ضوابط كتير قوي ويعقد شعبه ويحط لهم نظام وده ممنوع وده ممنوع وده صح وده لا. اما المجتمع اللي بيدي سياده لشعبه يدي لهم مساحه من الحريه وما يتدخلش في التنظيم الا في ما يؤدي الى فتنه مجتمعيه او ما يؤدي الى ضياع ظاهره للجيل. دي عايزه توضيح النقطه الاخيره. هتاخد وقت معلش، خليها في وقت تاني عشان الناس ممكن يلتبس عليها، لان كنت منتصر دائما للقانون الذي هو افراز المجتمع او اجتماع المجتمع، الان تعتبر ان بعض المجتمعات ربما تستقر على اوضاع تقيد حريه الفرد. لا، انت عارف لو عملت النظام الزواج المدني اتحلت المشكله. ليه؟ الزواج المدني معناها ايه؟ الاسلاميين بيشوهوا سمعته ويقولوا هيبقى زواج الرجل للرجل ومرأة للمرأة وزواج الأخ لأخته وزواج المسلم للمسيح والعكس. يا جماعة الزواج المدني عبارة عن بند مفتوح، اسم الزوج ايه؟ اسم الزوجة ايه؟ شروطهم ايه اللي هم عايزينها؟ اللي هم عايزينها. أيوة. مش اللي المجتمع عايزها، اللي هم عايزينها. تمام. ويمضوا الاثنين. هم اتراضوا على نظام زواج، داخلين ايه؟ اسم الزوج هو اللي وضع نفسه بارادته، اسم الزوجه وضعت نفسها بارادتها وبصمت بارادتها وبصم بارادته والشروط اللي موجوده بارادتهم، ادي الزواج المدني. تمام. كنا بقى نقول هذا يفتح المجال لزواج الاخوه والاخوات، طب ما هو بيتم زنا المحارم والدنيا ساكته. فين الموعظه الحسنه اللي تقول لهؤلاء اتقوا الله؟ تمام. المهم اقصد اقول ان الزوجه هي مرات الرجل على العقد اللي هم اتفهموا عليه. وبعدين الزوجة الصالحة، هي الزوجة الصالحة عكسها الزوجة ايه؟ غير الصالحة. انت هربت. لا بس كويس كده عشان نتحفظ في الكلام، ما اقدرش اقول اكتر من كده. لها تفسيرين. انت اخدت تفسير يشمل الاثنين. ايوه. عكس الزوجة الصالحة الزوجة الفاسدة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تمام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
إذن عكس الصلاح الفساد. أو الفساد. بالله عليك لما أكلمك عكس الصلاح الفساد يبقى مادي ولا قيمي؟ قيمي. لا مادي. ليه؟ أما أقول لك بني آدم مريض عليه. مادي توصل حاجة بيه حاجة ملموسة مجسدة. جسدي. جسدي. يعني الزوجة الصالحة اللي جسدها يصلح أن تكون زوجة. الزوجة الصالحة اللي الرحم بتاعها يصلح أن يكون فيه إنجاب لو كان مطلوب إنجاب. إن الزوجة الصالحة اللي ما فيش فيها أمراض معينة تحول دون أن تكون زوجة لشاب كذلك. وهي كذلك الزوج الصالح. هنتكلم عن الصلاحية في الجسد والجسد. دي الصلاحية. كمان في عكس الصالحة طالحة. لما أقول فلان صالح عكسه طالح. تمام. الزين بينصرف في الطالح لمين؟ فاسد أخلاقية. أيوه. مش فاسد البنيته. ولو أن الصلاح أيضا كان ينصرف للناحية القيمية. يعني صلاح الخلق والتاني. صلاح يعني كلاهما. يعني حتى لو قلت الطالح برضو يصلح أن يكون للاثنين. أيوة والتاني يصلح للاثنين. بس أنا عايز عشان ما نلخبطش الناس. عايز أقول لهم إن التفسير في الزوجة الصالحة على إنه الزوجة الخلوقة الزوجة الدينة ويستقوى بحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. أكرر سند ضعيف. أنا بقول الكلمة دي ليه؟ لما قلنا أمس بعض الأحاديث في تربية الأولاد وفي رعاية الأولاد وقلت على الهوى إنها ضعيفة ولكن يعمل بها فضائل الأعمال. فبعض الإخوة اللي بيدوروا على السقطة والقطة بيقولوا أنتوا بتجيبوا أحاديث ضعيفة. وحضرتك الحمد لله بتقول سند الحديث. أيوة. وبتقول درجته وكل حاجة يعني ماشي. أنا بقى الوقت بقول لك حديث ضعيفة هو واللي كتب عندي في الصفحة يقول العبارة دي بيستند لهذا الحديث الضعيف علشان في صالحه. عايز أقوله أنت بزمتين. أيوة. لما تلاقي حديث في صالحك ضعيف بتاخد بيه وتطنش على أنه ضعيف. ولما تلاقي حديث ضعيف لصالح ابنك اللي أنا قلته مبارح كان لصالح مين؟ مش ولاده؟ طبعا. يقول لك لا أنت بتجيب لنا حديث ضعيف. شوف بقى الحديث الضعيف اللي هو بيستقوى به. أيوة. رواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي أمام قال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها أصرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يعني هارون الرشيد. الحديث ده إن قلنا حديث صحيح يعمل به مثلا فضائل الأعمال يبقى يجب نفهمه بالمناقض. يعني كأن الرسول يقول أيضا ما استفادت المؤمنة بعد تقوى الله خيرا من زوج صالح. تمام. إن أمرته أطاعها وإن نظرت إليه سرها وإن غابت عنه حفظها في نفسها ومالها. يعني لأن الرسول عادل عمره ما هيجامل طرف على حساب طرف. بس خلي أمرته طلبت منه أطاعها. لا قول ليه؟ ليه؟ لأن ربنا بيقول وأتمروا بينكم معروف. حلو. في سورة الطلاق وأتمروا. تمام تمام. تقوم أنت مكسوف من كلمة ائتمروا؟ بقى ربنا يقولها وأنت مكسوف منها؟ لا أبدا. يعني زي ما بنقول القائد القائد في المكان هو اللي بيؤمر مش ال يبقى ربنا ما عرفش عبر. لا طبعا حاشا لله. شوف كل ده تفكير ذكوري. عشان تخلي إن الرجل يدي أمر والمرأة تؤتمر. وربنا ذكرهم اثنين أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وأتمروا بينكم معروف. وأتمروا يعني تؤمرها هي تؤمرك عادي فوت. المهم احنا مش هنطول في التعريف لأن الموضوعات اللي جاية طويلة قوي ومهمة. فاحنا بنقول الصالح في تفسير وصائي بيقولك الصالحة هي المرأة اللي تسرك وتسمع كلامك وتطيعك. لكن التفسير اللي أنا هذكره من خلال دراسة فقهية من خلال دراسة إيه؟ فقهية. فقهية. وهجيب الحجة من كل الأحكام الفقهية اللي هذكرها بعد قليل إنها قائمة على الصلاحية في كونها زوجة كإنسانة. لكن أمر الدين مش وارد. أمر الدين مش وارد. هتقول لي إما فين حديث البخاري ومسلم تنكح المرأة لأربع وفي الآخر فاضفر بالدين تبه ذاك. دي نصيحة. بس هل ده نوع من الشرط لصحة الزواج؟ ليست شرطا لصحة الزواج زي ما هنتكلم برضه بعد. الموضوع لسه هيطول شرحه إن شاء الله. فخلينا بس عشان نتكلم في العنصر الأول اللي هو تعريف الصلاح. له تعريفين. صلاح
بدني جسدي وصلاح أخلاقي. الصلاح الأخلاقي يتفاوت فيه الناس، أنت بترضى بأخلاق وأنا برضى ما برضاش بيها، أو العكس. يعني سيادتك مثلا ممكن تعيش مع زوجة عصبية وتعيش مع زوجة هادئة، غيرك يعيش إلى آخره. فإحنا متفاوتين لما الجانب الأخلاقي، هل ده يصح يكون هو معيار الزوجة صالحة؟ لا. إما المعيار الزوجة صالحة هي إيه؟ الزوجة كاملة البنية التحتية للإنسانة السليمة اللي الكل يقول آه ده زوجة إنسانة مناسبة لفلان. ده تعريف الزوجة الصالحة. تعال بقى نشوف الزمن. الزمن اللي نحكم فيه إن المرأة دي صالحة ولا غير صالحة. عارف أنا جبت العنوان ده منين؟ عنوان غريب وجديد بس مدروس في كتب الفقه تحت عنوان إيه؟ عيوب الزوجين. عيوب إيه؟ الزوجين. الزوجين اتجوزوا وبعدين اتضح ان في عيب جنسي لدى الطرفين يحول دون العلاقه، او ان في عيب جوهري يعني يقشعر منه احد الطرفين تجاه الاخر. طبعا. كان مسطوره لان ما فيش كشف كامل للاطراف، وعشان كده من يعني الافكار الاجرائيه الكشف الوراثي الكشف الطبي. فالمهم لو ان في باب الفقه بيدرسوا باب تحت عنوان ايه؟ عيوب الزوجين بعد الدخله. أيوه. وكل واحد كشف في الثاني عيب، هل ده يعطي حق الفسخ ولا لا؟ فانا هتكلم النهارده عن الزوجه، وان شاء الله بكره لما نتكلم عن الزوجه هنتكلم عن الزوج. فاحنا النهارده بنتكلم عن الزوجه. فلو ان الزوج بعد الدخله فوجئ ببعض العيوب الخطيره اللي هي تحول دون اتمام العشره واستقرارها، هل من حقه انه يطلب الفسخ وياخد مهره ويسترد كل واحد يروح لحاله؟ الفسخ معناها الطراد، كل واحد ياخد حاجته وكما لو كان ما يعرفوش بعض قبل كده. لا يساوي الطلاق، يعني يساوي الطلاق من هالشكل. لا الطلاق استمتداد، يعني الطلاق قطع زواج ثم استئناف حياه اخرى فيها انفصال فيها فراق. لكن الفسخ بنرجع للماضي، انا دفعت كام وكل واحد بيسترد حقه. ده اسمه فسخ ولا يعد طلاقا. فالمهم المذهب الحنفي بيقول الموعد اللي تعتبر فيه الزوجه صالحه عقد الزواج. انت عقدت عليها؟ ايوه. وبعدين دخلت؟ ايوه. لقيت عيوب؟ ايوه. مش من حقك تفسخ، امامك طلاق، لكن تفسخ وتقول عايز مهري؟ ده كلام عيال. ده فقه مين؟ فقه الحنفيه. فقه مين؟ الحنفية. المذهب الحنفي بيقول ايه؟ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ عيب. دفعت حاجه؟ دفعت مهر؟ عيب خلاص انسى. أمامك تطلق وتعتبر اللي فات صفقة وخسرتها وخلاص، قضاء وقدر. لكن تقول أنا عايز الفسخ وعايز مهري، ده كلام ما يصحش. اللي أنا قلته ده كلام مذهب مين؟ أبي حنيف. أما مذهب الجمهور قال لا، دي صفقة وأنا تم الدخول وبعدين اتضح أن في عيوب جوهرية ما تحيل دون دوام العشرة، فإذا من حقي أطلب الفسخ، ولو طلبت الفسخ إذا هاخد مهري. طب امتى الكلام ده على العيوب نهيه؟ العيوب القديمه اللي هي قبل العقد. تمام. اما العيب الحادث بعد العقد يبقى بره، يبقى ده ممنوع الرجوع فيه الا الجديد عند الشافعيه. بكل اسف الجديد عند الشافعيه قالوا حتى ولو ظهر عيب جديد طرأ على الزوجيه بعد سنه بعد عشرة واتضح ان الى اخره، يقوم يقول لا ده من حقه يطلب الفسخ. راي فقهي برضه. انا قلت راي ديني؟ لا فقهي طبعا. ما هو الخطوره في اللي بقوله ان انا بقول كل ديت صدرت على انها اقوال دينيه واقوال الشرع والشريعه الاسلاميه، وتضح انها اقوال فقهيه. من حقك ترفض ومن حقك تقبل ومن حقك تعدل. تمام. وتشوف الانسب ليك ايه، لانك انت هتقابل ربنا بما تقتنع بالانسب. المهم اللي انا قلته ده مذهب ابو حنيفه ومذهب الجمهور في ان لو لقى عيوب في الزوجه هل من حقه انه يفسخ العقد ولا مش من حقه؟ المذهب الحنفي بيقول مش من حقه، ولكن امامه طريق الطلاق، وطريق الطلاق يبتدي من النهارده. واللي فات مات ما يستردوش يعني. واما مذهب الجمهور فبيقولوا لو كان في عيب قديم يبقى لازم من حقه انه يطلب الفسخ. ايه بقى العيوب اللي بتجيز الفسخ يا جمهور؟ كلها عيوب جسديه، ما فيش فيها عيب اخلاقي ولا ديني. تقول لي ما بتصليش؟ اتحدى واحد يقول لي في الفقه ان ده من العيوب اللي تجيز الفسخ. روحوا راجعوا وذاكروا باب الفرق بسبب العيوب، هتلاقوا ما فيش ولا فقيه قال بان لو لقى عيب اخلاقي
انه يطلب الفسخ. اما اللي يطلب الفسخ امتى؟ لما يلاقي عيب ايه؟ جسدي مرضي يؤدي الى الحيلولة دون دوام العشرة ما بين الزوجين. هب أنه سألها قبل الزواج ما إذا كنت تصلين أم لا، فكانت الإجابة أصلي دائما، ثم اكتشف بعد الزواج أنها لا تصلي، ألا يعتبر ذلك غشة؟ لا 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 لا، في أمر الدين أمر الأخلاق في نهائي نهائي كل الوارد في الفسخ. أنا بتكلم على قضية الفسخ. أيوه. أما مطلقة من حقه طبعا. أنا بتكلم على الفسخ برضو. بس عايز أقول لك حاجة تانية، حتة خطيرة جايز نقولها النهاردة ونقولها بكرة برضو. بس نقولها مرتين. إن بكل أسف إن ما فيش حد من الفقهاء اتكلم على صلاة الزوجة وعبادتها وتركها زي ما اتكلموا على صلاة الزوج. عارف ليه؟ ليه؟ اعتبر الزوجة، اعتبرها يا أخي كتابية ما بتصليش، اعتبرها يا أخي كتابية بكل أسف يعني. لكن في الزوج هتسمع بكرة إن شاء الله هنتكلم الفتاوى اللي بيقولوا الزوج المدخن شيليه، الزوج اللي ما بيصليش ما عرفش إيه، ده فتنة بكل الفتاوى اللي هي الوصائية اللي نتكلم عنها إن شاء الله بكرة. تمام. فالمهم عرفنا الوقت، الوقت اللي بنعتبر فيه المرأة صالحة ولا غير صالحة هو ايه؟ تمام. عند أبي حنيفة وقت العقد، عند جمهور الفقهاء بعد الدخلة واكتشاف هل في عيب سابق ولا لا. عند كل الفقهاء لما اتكلموا، كل البلاد استثناء لما اتكلموا عن العيوب التي تجيز الفرقة، عيوب ايه؟ مادية، جسمانية، جسمانية جسدية، جسدية. عيوب أخلاقية دينية؟ لا. ده بيدل عليه بالله عليك؟ حط لي بقى نستنتاج. بيدل على ايه؟ يدل ان الصلاح في نظرهم. أيوة. كان يتعلق الصلاح عند الفقهاء هو ايه؟ الجانب المادي والجسدي فقط. المادي والجسدي. اما الجانب الاخلاقي داخل فيه زوجة صالحة؟ لا لا لا، انا اسف. والا يبقى فين الفرق الزوجية اللي بتقول عليها؟ ده العنصر الاول. تمام. انسانية طبعا قيمة زوجة الصالحة. طبعا انسانية. ومن غير ما انا يعني اثبت لا يعني ممكن تبقى زوجة صالحة وغير مسلمة؟ الواقع بيقول كده بدليل. اتفضل. على مستوى الارض، هو احنا بس اللي بنتجوز ولا اهل الارض بيجوزهم؟ كل اهل الارض طبعا. ليه نضحك على اتباع المسلمين ان الزوجه الصالحه هي التي تعرف كتاب والسنه؟ ده غش، ده غش. ليه؟ عشان بغيبه عن حقيقته اللي يجب انه يشوف على مستوى الارض الزوجه الصالحه هي ايه. الزوجه الصالحه في زي ما عرفنا تفسير مادي وجسدي، ولكن الجانب الاخلاقي ده الطيور على اشكالها تقع، ده المساله ترجع الى اختيارك وذوقك. الدين ما بيدخلش. فسيد الفاضل الواقع بيقول ان اهل الارض كلهم بيتجوزوا وبيحاسوا عن الزوجه الصالحه ولا فوق الزوجه الفاسده؟ الزوجه الصالحه طبعا. حتى الراجل الامريكي والراجل الصيني والراجل الهندي متهيالي يعني من المؤكد، ولا الزوج منهم بيدور على الزوجه الصالحه الفاسده واحنا بس بندور على الزوجه الصالحه؟ اي انسان طبيعي في الحياه هيحاول. ما فيش حد زوجه صالحه الا عندنا؟ لا طبعا اكيد في. ولا في زوجه صالحه برضو برا؟ اكيد في. وفي زوجه عرفت تقوم بدور واشباع زوجها و يعني إغنائي عن كل أوجه الغلط والوقوف بجواره ورفع راسه، حتى هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا. أيوة. وراء كل عظيم امرأة. مين اللي قال؟ ما هم الغرب. يعني مما يدل على ان الزوجة الصالحة موجودة على أهل الأرض. الدليل الكوني ان ربنا جعل دي آية من آياته. عارف الآيات ربنا؟ آيات كونية. أيوة. آيات ايه؟ كونية، يعني سنة الله اللي ربنا كونها في نظم بها الكون. أيوة. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. شوف سيد الفاضل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ده خطاب ده للمسلمين؟ لا، للبشر ولا للإنسانية؟ للبشر والإنسانية. إذن خطاب كوني لكل البشر طبعا. فكان ده دليل كوني. في كمان دليل فطري، وهو زي ما يقولوا كل شيء يمكن يجي بالنزاع الا الزواج لازم يجي بالوفاق، بالوفاق والاتفاق. تمام. مظبوط. تمام. في حديث رواه البخاري ومسلم عن ستنا عائشه، الارواح جنود مجند، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فلما يحصل توافق ما بين الرجل والمراه ويتفقان على الزواج، التوافق ده معناه ان كل منهما اعطى الاخر شهاده صلاحيه. تمام. معناها كده. تمام. كون سيادتك وافقت انك تتجوز مراتك معناها انك بتقول لها خدي شهادة صلاحية من قلبي، وهي بتقول لك لما وقفت عليك ان انا اعطيت شهادة صلاحية من قلبي. فيما بعد بقى الله اعلم اللي بيحصل ايه، لكن الشهادة ديت وجدت عند الاتفاق، صح ولا غلط؟ المفروض. ده دليل على ان الزوجة الصالحة ديت انسانيا ولا اسلاميا ولا مسيحيا؟ لا شك انسانيا. الثمرة المترتبة على هذا، واحد
أن الذي يقرر بصلاحية الزوجة الزوج مش أصحاب الخطاب الدين. اللي يقرر أن دية زوجة صالحة هي صالحة لمين؟ للزوج والأولاد. يبقى اتجوزها أنت. ليه أنا؟ اديني حق أقرر أنها صالحة ولا غير صالحة. لك أنت؟ يبقى القرار لك أنت. أنت اللي قرر صالحة غير صالحة. مين اللي يقرر بصلاح الزوجة؟ مين؟ الطرف المستفيد من هذا الصلاح. والطرف الثاني دخله ايه؟ الطرف الغائب ده يعني الخطأ. عليه ان يمتنع. اي تمام. عليه ان يمتنع. شوف يا سيدي الفاضل حديث رواه ابو داود عن عبد الله بن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان زوجتي وفي روايه ان امرأتي لا ترد يد لامس. فسرها زي ما تفسرها. انا بديك النص ومش هفسر. من حقك تاخد يد لامس دي تفسرها يمين تفسرها شمال تفسرها بعمق تفسرها سطحي فسرها زي ما تفسرها. وانا مش محتكر التفسير ولا فقيه ولا مفسر على مستوى الارض يحتكر التفسير. صحيح. النص هكذا ورد. ان زوجتي لا ترد يد لامس. قال غربها وفي روايه طلقها. قال له ولكن اخشى ان تتبعها نفسي. وفي روايه ولكني احبها. قال امسكها. ده قرارك. شوف وازن بين ده وبين دي. شوف انت عايز ايه وعيش وريح نفسك. اديني اتدخل. اديني اتدخل هنا ما سيدنا النبي لما سئل اجاب ايه؟ يعني فوضوا ولا فوضوش؟ اذا اول ثمره من انسانيه قيمه الزوجه الصالحه ان القرار للزوج وليس لاحد اخر. حتى الاب قالوا ان مخالفه الاب ومخالفه الام في الزواج لا يعتبر. وحضرتك قلتها في حلقه الابناء. لا يعتبر عقوقا. ده امر يرجع لي انا ما يرجعش لغيري. صحيح في بعض الحنابلة قالوا لا ده لازم يسمع كلام الاب ويسمع كلام الام. امال ايه الروايه الشهيره لسيدنا ابراهيم غير العتبه؟ ايوه احنا بس يعني الروايات دي استقرت في اذهان الناس انه ده من احد الحاجات اللي ممكن يتدخل فيها الاب. اوعدك باذن الله بعد رمضان ان شاء الله احنا كنا بنتكلم في احكام الاسره هنكمل. طيب ده اول ثمره. الثمره الثانيه بقى يا سيدي الفاضل. الثمره الثانيه ان دعاوى الحسبه للتفريق بين الزوجين علشان واحد منهم مش مناسب للثاني دينيا غلط. عشنا غلط كتير. ايوه داخلين ايه في اتنين متجوزين وهم راضيين ببعض وراضيين بدين بعض وسيدنا النبي فوض وربنا فوض امر الزواج للافراد. رحم الله دكتور نصر حامد ابو زيد. اذا فقد قرر عليه. داخلين ايه في دعوه نقول فرق بين ده وبين ده اصل دين ده غير دين ده. دخلكوا ايه؟ صلاحيه الزوجه يرجع للزوج ولا يرجع للطرف الاخر؟ للزوج. نفسي اقول للذين تسببوا في هذه القضيه والفتنه يعني ظلمتوا الاخر واتدخلتوا فيما لا يعنيكم وعملتوا وصايه دينيه ونصبتوا من انفسكم اله في الارض. استغفر الله. ده الاله في الارض سايب بقيه خلق الله عايشين براحتهم واضطر الى ان يغادر وطنه. الاله الحقيقي سايب اهل الارض عايشين براحتهم. تقوم انتم يا زاعم الالوهية او نصف الالوهية تتدخلوا في حريات الناس. طب روحوا بقى فرقوا ما بين اهل الارض. ده انتوا لو طلعتوا على اسرار الدنيا تعملوا ايه؟ فما لكم بربنا اللي مطلع على كل الاسرار. دي الثمرة الثانية. ننتقل الى الدليل او دور الدين. دور مصدر الدين. مصادر الدين في اثبات هذه القيمة وتأكيدها. ايوه يا سيدي. وليس تأسيسها. الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة ربنا بيخاطب فيها الرجال ولا بيخاطب الرجل للمرأة التي تزوجها ولا بيخاطب فيها المجتمع؟ الرجل للمرأة التي تزوجها. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ده خطاب للمجتمع ولا للأفراد؟ للأفراد. للأفراد. اوعى تقولي للمجتمع. لا للأفراد. لو قلت لي للمجتمع يبقى سيادتك عليك تلتزم كده. مجلس النواب يقرر تزويج فلان من فلانة، تزويج فلانة من فلان. ليه؟ المجتمع هو اللي بيقسم نصيب الكعكة دي. لكن الخطاب ده خطاب للأفراد ولا للجماعات؟ للأفراد. للأفراد.
إذا ربنا بيقول لكل واحد أنت عايز تجوز تفضل. ومن الناحية اللغوية حتى لا يقول البعض انكحوا، تجوز حتى لو كانت الصيغة بواو الجماعة هي تجوز أن تكون المخاطبة للأفراد، ليس معناها أنها لكتلة المجتمع حتى لا يفهم البعض خطأ يعني. كتب عليكم الصيام كما كتب، ده خطاب موجه للأفراد ولا للجماعات؟ للأفراد. يعني لو ما كانش مصر هتصوم ما صومش طبيعي، لو ما كانتش عيلتها هتصوم ما صومش تمام كده. إذا نودي للصلاة من يوم مش فاسعوا إلى ذكر الله وأولها يا الذين آمنوا، خطاب لكل المؤمنين. ده لو غير ما صلوش الجمعة ما صليش، ما روحش بصلي ولا إيه؟ خطاب للأفراد، للأفراد الدين خطاب للأفراد تمام. هم بيحاولوا يخلوه خطاب للجماعات أو للجماعة علشان إيه؟ يعملوا من الجماعة زعيم وهم يمسكوا الزعامة دي ويمسكوا الوصاية دي ويوجهوا الناس. الدين فردي، مش بيقولوا العلمانية بتقول فصل الدين عن الدولة؟ أيوه. أنا بقول ده برضو مش كفاية، مال الصح إيه؟ فصل الدين الإنسان عن الآخر، فصل إيه؟ الإنسان دين الإنسان عن الآخر. أنا ديني منفصل عن دينك، صحيح أنت مسلم في الدين الخاتم وأنت مسلم في الدين الخاتم، بس أنا لا، أنا ده أنا بنفسك، ده أنا بنفسك وأنت بتنافسني، فإزاي نبقى إحنا الاتنين مدمجين؟ لازم تبقى أنت منفصل عني وأنا منفصل عنك عشان تستمر إيه؟ التنافس، المنافسة. سيادتك الاتنية ولا ليانية، سيادتك بتجود في بند أنا بجود في بند تاني، كل واحد فينا منفصل عن التاني. إذا فصل الشخص عن الشخص دينا، دينا. فلما كان أنا منفصل عنك وأنت منفصل عني، إذا ما تدخليش بقى دولة ولا اقتصاد. أصل لو قلت لي فصل دين عن الدولة هقولك الله، إذا الدين في الاقتصاد والدين في الاجتماع والدين في التربية والدين، لا 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 لا، الدين في الإنسان. الدين فين؟ في الإنسان، في الإنسان. والإنسان كتلة ومجموعة اقتصاد وتعليم وسياسة وكله، أنا كلي تمام، وأنت كذلك. ولما نقعد مع بعض أنت بدينك وأنا بديني، وبرسالة سيادتك أثبتت أن مساحة الخيارات الفردية في الدين الواحد مساحة كبيرة جدا، تسمح لكل فرد بأن يكون له خيار مختلف عن الآخر، وبالتالي عملية الدمج في كل التفاصيل شبه مستحيل. إذا أنا لا أطالب بفصل الدين عن الدولة، بفصل دين الإنسان عن دين الإنسان الآخر. أكرر ما تقطعنيش فيها. لا ده العكس، أنا بس أنا بقول فحسب. حاضر يعني حاضر، فده أنا بقى كده هالك، تسمح لي أعيها تاني. أطالب بفصل دين الإنسان عن دين الإنسان الآخر. أطالب باستقلالية كل إنسان في دينه ويزايد في دينه بينه وبين الله تمام. مش في دينه على الآخر تمام، وغيري يزايد في دينه بينه وبين الله مش في دينه عليا. والدين لله والوطن للجميع. الجملة دي من أصدق الجمل التي قيلت، وبكل أسف شوهوها بشكل كبير. عارف الوطن للجميع ليه؟ حق أرضي. والدين لله ليه؟ لأن الدين بيني وبين الله، لكن الأرض مشتركة بيني وبينك، هبيع لك وتشتري صحيح. لكن الدين عمر ما بيعهولك ولا أنت هتبيعهولي، ده الدين بيني وبين الله. المهم من ضمن الأدلة أيضا أيوه، أحاديث كثيرة، هكتفي بذكر شيء واحد بس عشان نوفر وقت. هو الصحابة لما كانوا بيتجوزهم كان بيستأذنوا النبي، ولا كانوا بيتجوزهم ويفاجئوا النبي بجوازهم؟ بيتجوزوا بحريتهم ويطلعوا النبي بعد ذلك ويفاجئوا النبي بجوازهم كخبر مظبوط تمام. ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان الزوجة الصالحة قرار الإنسان مش قرار ديني. لو كان قرار ديني كان قبل ما يتجوز يعمل ايه؟ لازم يروح يستشير سيدنا النبي، ومن بعد سيدنا النبي يستشير الشيخ، اخد دي ولا ما اخدش دي. اسمع في حديث رواه البخاري ومسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله بيقول انا اتجوزت امراه ثيب. اتجوزت ايه؟ امراه ثيب يعني متزوجه قبل ذلك. اتجوز وخلص. وبعدين سيدنا النبي ساله قال له تزوجت؟ قال له تزوجت. قال له من؟ قال له فلان ثيبا. قال له هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضحكك؟ قال له لا يا رسول الله. شفت النقاش؟ لا. قال له لا ليه؟ قال له علشان انا ابويا مات وقتل في احد وساب لي 10 اخوات هن لي زي البنات، فلو انا جبت لهم امراه بكر تبقى خرقاء زيهم، انا قلت اجيب لهم واحد سيب تقوم على خدمتهن وتمشطهن. قال له بارك الله لك فيها. الله. وفي روايه احسنت. شفت النقاش الحريه تمام. سيدنا جابر بن عبد الله ده كان الطبيعي ان قبل ما يتجوز يروح يستاذن النبي يقول له تعالى رسول الله احضر فرحي وقول كلمه العقل. بس لازم اقطع حضرتك ثانيه واحده. هذه الروايه اللي ترويتها حكيت لي عبر المنابر عشرات المرات، اقسم بالله الجزء الثاني محذوف
اللي هو ايه؟ بتقف لحد الا تزوجت بكرا تداعبها وعند هنا وقف، ما بيقولوش الجزء الباقي خالص. النقاش ده قالوا لا ده انا عندي 10 بقول لحضرتك اهو والله تقال لحد الجزء ده وانا عارفه حتى لهذا الجزء، الجزء الباقي ده بقى لاول مره. طيب المهم خلينا اصل لا ده الناس لازم تفهم عشان يراجعوا، لانه للاسف احنا في عمليه تزييف في المعلومات اللي بتيجي او حجب. كل ده دليل على ان الزوجه الصالحه قيمة إنسانية ولا قيمة طبعًا إسلامية؟ قيمة إنسانية طبعا. قيمة إيه؟ إنسانية بوقت إنسانية. من الطراز الأول؟ أيوة الطراز الأول. وكل واحد إنسانيته ودينه غالب عليه. كل واحد بيختار الدين اللي هو شايفه مناسب. ننتقل للعنصر الثالث المهم بقى، لأنها إشكالية محاولة أسلمة هذه القيمة، وحضرتك حددتها في ثلاث عناصر مهمة جدا: سيف الوصاية وسيف القوامة وسيف الطاعة. أنا قلت سيف الولاية مش الوصاية. الولاية أو الوصاية. الوصاية أصلاً من كتر كلمة الوصاية اللي عملها تحدث في حياتنا في سيف الولاية. الولاية مصيبة. مصيبة المصايب. أيوه. أظن بقى الناس كتير هيسمعوني الآن من أصحاب الطب الديني يقولوا إحنا أنا بعمل إيه؟ دي مصيبة المصايب. أيوه. أنا هثبت لك إنها مصيبة المصايب إزاي؟ أب شاب صغير وبقى عريس فرحنا بيه. اتجوز وخلف في اول سنتين ود وبنت. اقول لك خلف توأم من اول خلف توأم ود وبنت، ده صوره خياليه. ايوه. اصبح عنده توأم في لحظه واحده، ود وايه؟ وبنت. ابن وبنت. وبنت. ماشي. الواد بقى اب، الواد الشاب ده بقى اب، بنبقى فرحانين بيه بقى اب. بنسميه ولي على الولاد ولا مش ولي؟ ولي طبيعي. ايوه. ولي ليه؟ يلي امرهم. تمام. عشان يحميهم ويحافظ عليهم وياكلهم ويشربهم ويدافع عنهم، ولا عشان يديرهم تعليمات وامر امشي يا ولد امشي يا بنت وانا بيت الولي؟ لا بل الولايه هنا رياسه ولا الولايه خدمه؟ تكليف طبعا مش مجرد. اقول لك سميها رياسه بس ما فيش اب بيرقص ولاده بالمناسبه. يعني افترض ان انا طولت لساني انا وبعض او اصحاب الخطاب الديني قالوا يا ولي انت ولي امر ولادك اشكمهم. في أب هيشكم ولاده ولا برضو بياخدهم بالرأفة والرحمة؟ بكثير من الرأفة. إذن خلي اللي يقول يقول، بس الأبوة هي الغلبة والأمومة هي الغلبة، الإنسانية هي الغلبة. مظبوط. فأصبح الولاية هنا ولاية رعاية ولاية خدمة. مظبوط. تمام. عيال كبروا بقوا سنهم 21 سنة. إيه اللي بيحصل؟ الأب بيدي للابن حقه في السفر بمزاجه والعودة بمزاجه، ويديله ماله كمان بأمر الله. وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. واضح؟ تمام. اتنين بيقول له عايز تجوز يلا شد حيلك ويحضر فرحه. الأب يقعد ساكت، الأب يقعد ساكت ويتفرج كده وابنه بيتجوز ويبقى فرحان. صح؟ أيوه. مين اللي بيعقد عقد الزواج؟ لنفسه؟ الابن. الابن. والأب قاعد نطق بكلمة اتدخل. من حق الابن لو على فكره انا حضرت شخصيه كبيره ولها كل التقدير وبوجه لها التحيه، مستشار كبير وابوه مستشار اكبر واكبر يعني. فكان بيجوز ابنه وابنه كان قاضي لسه شباب كده، فالابن البر بابيه قال انا هوكل ابويا يجوزني وقاعد. هايل. شفت الادب؟ طبعا. زي ما الزوجه لها اب وابوها هيجوزه، فاصبح انا اجريت الصيغه بين وكيلين. جميل. فده دليل على ان من حق الاب انه يمارس عقد الزواج لمين؟ لابنه. لابنه كما يمارسه بس لابنه. العاده والعرف والتجربه والتربيه نشات على ايه؟ البنت، يكون وكيل البنت بس. الولد ابن يجوز نفسه واما البنت يكون وكيلها ابوها. ايه اللي خلى الولايه تتفتح كده وتميز الابن عن البنت؟ الولاية بدأت واحدة. صح؟ أنا حكيت لك قصة الوقتي. أيوه. لمولودين توأم. تمام. مولودين توأم. بنت وابن. الأب ده قاعد يرعاهم لما كبرهم بقى سنة مش سنة. في حاجة يجي اتفضل. نفاجأ بأن المجتمع يدي خطاب ديني يقول للأب البنت دي بنتك دي. من أين نشأ هذا التفريق بقى؟ اعتبروه دين، واقسم بالله ما هو دين ولكنه فقه. في فرق بين الدين والفقه. تمام. احنا دين الفقه يعني استنباط. ايوه تمام. ومعنى استنباط قابل لانك انت تناقشه، واكبر دليل على انه فقه ان الفقهاء اختلفوا في رايين. تمام. ما اتفقوش في على راي واحد. ده اكبر دليل.
تعال شوف بالنسبة لسفر البنت أو سفر المرأة لوحدها. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بثلاث روايات وعن عبد الله بن عمر بثلاث روايات: لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام إلا ومعها محرم، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة يوم بليلة. فمن خلال الأحاديث دي سواء سافرت مسيرة يوم ولا مسيرة يومين ولا مسيرة ثلاث أيام ما تسافرش اللي معها مين؟ محرم. وفي الرواية اللي فيها مسيرة يومين قال أو زوج، يبقى ما تسافرش إلا بحضور أو مصاحبة مين؟ محرم يعني. محرم أو محرم زوج. اللي هو أخ أو أخ أو أب أو عم أو زوج اللي هو زوجها. زي الطبيعة. تسافر لوحدها؟ لا. ممنوع. ده دين ولا فقه؟ فقه. فقه. إيه الدليل؟ اختلاف الفقهاء. الفقهاء اختلفوا على الأقوال. القول الأول الأكثرين قالوا كده. الأكثرين. القول الثاني المالكية وبعض الشافعية. قالوا لا، لو إن في رفقة آمنة، لو في رفقة آمنة فهذا يكفي. بمعنى إيه؟ هي ركبة طيارة والطيارة فيها مضيفات وفيها أمن، يبقى يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي. هي ركبة باص ومجموعة اللي راحة فيها عمرة، المجموعة دي ناس محترمة، دي رفقة آمنة ولا رفقة خائنة؟ رفقة آمنة. رفقة آمنة تكفي. تمام. قول الأوزاعي وقول الإمام باجي الأندلسي من المالكية قال والطرق العامرة تغني عن الرفقة الآمنة. الطرق العامرة. العامرة التي تعمر بالناس وبالحركة. مسافر من القاهرة لإسكندرية، قرية جنب قرية جنب قرية، والدنيا متلحمة والسيارات ماشية بسرعة ما شاء الله، لو حصل أي حادثة هيحصل إيه؟ الناس هتقف وتقف جنبها ولا الناس بتسيبهم؟ تمام. فقال لك الطرق العامرة تغني عن الرفقة الآمنة وتغني عن المحرم. أيوه. أصبح عندك كم قول؟ ثلاثة. ثلاثة. يبقى تقولي ده دين؟ ممنوع تخرج إلا بمحرم أو زوج. دين ولا فقه؟ فقه طبعا. فقه. طب ما في فقه تاني مخبينه ليه؟ مخبينه ما نظهره. الموضوع التاني الولاية. ايه الولاية؟ الولاية على الزواج. الولد يجي يتجوز، يتجوز بنفسه. والست بنت اخته تيجي تتجوز ممنوع. ابوها اللي يجوزها ولا عمها اللي يجوزها ولا اي حد يجوزها، لكن هي ما تتجوز، تقعد كده توكل. توكله. الكلام ده دين ولا فقه؟ فقه. فقه. والله ما هو دين ولكنه فقه. اللي قال الكلام ده صحيح جمهور الفقهاء، بس المذهب الحنفي في المفتى عنده، واكرر للمشايخنا اللي بيطلعوا في الفضائيات ويكذبهم ويقولهم ان ابو حنيفه بيقول من حق المراه تجوز نفسها بشرط ان يكون كفئا. اقسم بالله هذه روايه عن ابي حنيفه والمشهور عن ابي حنيفه، والمفتى به عند الحنفيه هو ان المراه تجوز نفسها سواء كان الزوج كفء ولا مش كفء، يعني في كل الأحوال طالما كانت بكر رشيد، كانت رشيدا بكرا أو سيبا، بكرا أو سيبا طالما كانت رشيدة يعني بلغت 21 سنة. فأبو حنيفة بيقول بقى هي تبيع لوحدها وتبيع الفيلا لوحدها وتيجي على الجواز، نقول لها أنت قاصر مش تتجوز نفسك؟ واستدل بأحاديث رواها مسلم. جمهور الفقهاء استدل بأحاديث رواها بعض أصحاب السنن بسند فيه مقال يعني أضعف. لا تزوج المرأة المرأة في الترمذي، لا تزوج المرأة المرأة ولا زوج المرأة نفسها. وحديث ثاني يوم مرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل. ده حديثين دول عند الترمذي وبعض أصحاب السنن بسند فيه مقال. أما الحديث الصحيح اللي في صحيح مسلم إن سيدنا النبي بيقول إيه؟ الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم التي لا زوج لها. لا. مش الأيم المرأة السيد من زوجها. الأيم أحق بنفسها من وليها. أيوة. الأيم أحق بنفسها من وليها. ده حديث رواه مين؟ مسلم. رواه مسلم. أقوى مش أقوى؟ المفروض أنه أقوى. تعال شوف نص كتاب الله. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى إيه؟ تنكح زوجا غيره. تنجح هي ولا أبوها اللي نكحها؟ هي حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. أن يتراجع مين؟ هي والمطلق الأول مباشرة. إذن أبو حنيفة له أدلة برضه. أيوة. أبو حنيفة مش علماني يعني. لا لا. أبو حنيفة أتى بأدلة من الكتاب والسنة. والجمهور أتى بأدلة من الكتاب والسنة مما يدل على إن الترويج لأحد القوانين الفقهيين على إنه دين. ده مش غسيل مخ عشان نبقى تفضل المرأة. لحظة. عشان تفضل المرأة مزلولة في النصف الأول من حياتها، أبوك ولي أمرك، والولاية هنا مش ولاية زي أخوكي. أخوكي الولاية نص نص كده على قده، وأما أنت لا، لحد لما تتجوزي تنتقلي للسيف الثاني وهو القوامة.
لكن هب أن المجتمع بنسائه ورجاله ارتضى هذا الأمر، وحضرتك اللي بتقول هذا الخيار، يعني ارتضى خيار أن يكون الزواج من تقاليدي. خلاص فهمت السؤال. ارتضى هذا الأمر عن موافقة مستنيرة ولا عن تدليس؟ موافقة مستنيرة بعد أن تعرف على هذه الأرض. اسمعني معلش، يعني ايه موافقه أنا مستنيره السؤال. فبس لا لحظه اتفضل. موافقه مستنيره يعني ايه؟ يعني يعلم ان احنا قلنا للناس ان دول رايين فقهيين تختاروا الراي ان هو وده فقه مش دين. تمام. لكن موافقه غير مستنيره ان الخطاب الديني يلكلك ويقول هو ده الدين والمراه التي تخرج عن طاع ابيها فهي زانيه ونقعد نخوف، ده اسمه موافقه مستنيره بقى؟ لا. ولا موافقه الموافقه المستنيره بعد التعرف على كل الاراء وان يكون فاضل. عرف الإنسان حقه ومستحقه والإنسان ياخد قراره. افرض الإنسان بعد ما عرف حقه ومستحقه ارتضى أنه يكون داعشي، خلاص أقمنا على الحجة. على كل حال في مجلس الفقه أقمنا على الحجة. سأوفر سؤال شخصي لن أقوله الآن. طيب. في مجلس الفقه سأقول سؤال شخصي للدكتور سعد. طيب. في هذه القضية. حاضر. سيد الفاضل، عرفنا الوقت أن النصف الأول من حياة المرأة كان سيف مين؟ الولاية. الولاية. النصف الثاني بعد ما اتجوزت سيف القوامة. القوامة ما بيكونش للأب، ما بيكون لمين؟ للزوج. أيوه. يبقى الولاية لمين؟ للأب. للأب. والقوامة لمين؟ للزوج. للزوج. عرفنا أن الولاية للأب فيها تمييز عنصري ما بين الذكر والأنثى ولا لا؟ من خلال اللي عرضناه. تمام. من خلال الفقه ولا من خلال الدين؟ الفقه. الفقه. لو إحنا بقى عايزين فقه نطور وعايزين نحمي المرأة نقوم ننصف في معنى الولاية بين الذكر والأنثى وننتقل للقوامة. تمام. القوامة اسمع الآية القرآنية وعايز أناقشك فيها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله فالصالحات قانتات حافظ الغيب بما حفظ الله. بالله عليك، بالله عيد الآية من أولها. الرجال قوامون على النساء، ربنا قال الأزواج قوامون على النساء ولا قال الرجال؟ الرجال. داخل الأزواج إيه؟ هم الأزواج كل الرجال؟ لا. طب فين الآباء؟ فين الإخوة والأخوات؟ فين الإخوة والأعمام والأخوال؟ فين؟ مش دول برضو رجال ولا نصف رجال؟ المفروض. إذن لما جاء فسر الآية بأن الآية دي جاية للأزواج، ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى فيها نوع من التأويل يعني فيها. اتنين، هم ظلموا ليه لما قالوا الرجال قوامون أي الأزواج؟ ظلموا ليه؟ عشان يكملوا مسيرة الظلم ويخلوا القوامة للزوج وبعدين يفسرهم فالصالحات قانتات حافظون لغيب ما حفظ الله. فالصالحات معروفة، الصالحات المرأة الصالحة. تمام. اللي هي الطائعة العابدة ولا المرأة الصالحة اللي هي احنا خلاص بقى الصلاح الجسدي هو المعني عند الفقهاء في الدرجة الأولى. فلما أفقرت دعوة الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكوننا من الشاكرين. نقرأ في تفسير هذه الآية في سورة الأعراف. أقسم بالله قالوا إن المقصود بهذا لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا غير مريض. صحيح البنيه. شفت الصالح هنا في التفسير هنا ايه؟ كانوا عايزين ولد مش مشوه مش يكون سليم البنيه. أي. المهم لما نيجي نتكلم على القوامه هنا فالصالحات قانتات يقوموا يفسروا المراه الصالحه اي المراه التي تصلح ان تكون زوجه وطائعه لله، قانتات اي مطيعات لازواجهن. مش قانت معناها داعي لله، يقنط، يقنط اللي هو قنوت. وبالمناسبة قال بذلك عبد الله بن عباس. أما الحسن البصري والشعبي وبعض منهم الضحاك أيضا وبعض المفسرين من السلف قالوا إن المقصود بقانتات أي مطيعات لأزواجهن. هو ربنا قال كده ولا احنا اللي بنفسر وناخد التفسير ونعتبره دين؟ لأجل هذا الآية بقى لما ربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يبقى الرجال في الجملة قوامون أي قائمون على. قوامون صيغة مبالغة من قائم على. قائم على يعني واقف على الخدمة، ولا قائم على يعني سيد هو واقف على تحتمل وتحتمل. اقرأ بقى في أكثر كتب التفسير يقول لك سيد الرياسة. طب ما كان هو كان ربنا ناس يقول الرجال قوامون على النساء بما قوامون أي رؤساء، بدل ما يقول قوامون يقول رؤساء. كان كتير على ربنا يقول رؤساء. ما قال قوامون ليه؟ نفهمها احنا بقى ببنيتنا. إن كان بنيتك يا إنسان يا مفسر سلطوي فسرها بالرياس. لكن ألم ترتبط القوامة بالتفضيل هنا؟ لحظة. وإن كان بنيتك يا إنسان يا مفسر ما انتش سلطوي ولكن نفسك تشوف مسؤوليتك إيه؟ مسؤولية. تقول ده أنا خادم. خادم ليه؟ عندي عضلات وعندي تحمل وجلد في الشارع. في الشارع هي ما عندهاش.
إنسان رقيق، مخلوق رقيق، ده مش من حق، مش رقيق مملوك، لا رقيق يعني في رقة، ده ما يستاهلش الحماية. إذن أنت يا مفسر اللي هتظهر جمال ربنا في الأرض، أنت لما فسرت الرجال قوامون يعني رؤساء وحكام وسلطويين على النساء، يبقى أنت أظهرت ربنا، ركبنا على بعض. ولما أنت تقول الرجال قوامون أي قائمون على خدمة ورعاية النساء، يبقى أنت بتقول ربنا بيطلب مننا التراحم مع بعض. أي تفسيرين أولى بالرعاية؟ عارف النتيجة المترتبة على أن فيه القوامة إيه؟ سيف القوامة؟ أن ممنوع المرأة تخرج إلا بإذن زوجها، ممنوع المرأة تقول لجوزها لأ، لو قال لها هنسافر بكرة أمريكا وتيجي معايا يعني حاضر شنطة، لو قال لها بكرة هنسافر الإسكندرية وحضر نفسك الساعة 5 هنمشي شنطة. ليه قوامون؟ طب ما كويس ايوه كويس. استنى خد التالتة ان المراه على مذهب الملكيه بقى دي بس فيها خلاف، اللي فات ده كان باتفاق، اما اللي جاي ده بالاختلاف، وهو ان المراه ورثت او عندها قرشين وارض تتبرع بمالها. المذهب المالكي بيقول ممنوع تتبرع باكتر من التلت الا باذن جوزها. ام واستدلوا بحديث رواه، حديث صحيح رواه ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان سيدنا النبي بيقول لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. فهنا قالوا مش من حق الزوجة إنها تتبرع بأكتر من التلت. طب الحديث مطلق، جابوا التلت منين؟ الحديث إيه؟ مطلق. جابوا التلت منين؟ قالوا نعتبره زي الوصية. أصل إحنا لو منعنا المرأة خالص ضربناها قوي، فإحنا مش عايزين نظلمها قوي. كله فقه ولا دين؟ طبعا. زي ما انت كسرت الحديث واستثنيت التلت رغم ان الحديث ما استثناش حاجة، ليه ما تاخدش زي جمهور الفقهاء اللي بيقول لا ده كان هذا حيث اما ان يكون منسوخ او يكون خاص، لكن ما اقدرش انفذه لآية قرآنية تقول لي للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب. ازاي المرأة تبقى مالكة وانا اقدر امنعها من العطية؟ ده ابوها ما منعهاش، يبقى زوجها يمنعها؟ ده بس ايه الدليل على ان المرأة ممنوع خروجها؟ احاديث ضعيفه كلها، ممنوع خروجها الا باذن زوجها، احاديث ضعيفه. انا بوجه حديثي للي بيقول حديث ضعيفه، هنا بقى يقول لي انت ليه بتلغوش احاديث ضعيفه ديت المستقره الوقت المستقره، وانا بقول اهو ان احاديث ضعيفه. قد يقول للبس زي ما اتفضل عن عبد الله بن عباس ان امراه قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ حق الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تخرج إلا بإذنه، فإن خرجت لعلتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. حديث ضعيف؟ ضعيف. رواه الطبراني؟ أيوة. بس الحديث ده كل الرجال فرحانين بليه؟ أنتوا هتخلي الست تخرج من غير إذن. طب يا سيدي أنت بتخرج من غير إذن، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ لو سيادتك عودتها إنك قبل ما تخرج تستأذن، هي كمان هترد لك الإحسان وعمرها ما ترجع بإذنك. كما نقول يخبر، لكن خلي كده المعلومات، خلي كده المعاملة فيها إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، نخليه يخبر بلاش يستأذن. دي حديث أضعف منه كمان رواية الطبراني أيضا عن أنس إن رجلا أوصى امرأته ما أمرهاش. قلت إيه؟ أوصى، الوصية أقل من الأمر. طبعا صح طبعا. أوصى امرأته ألا تنزل من دارها، وكان دارها في الطبق الثاني وكان أبوها يسكن في الطبق الأرضي. فمرض أبوها وهو سافر، مرض أبوها فأرسلت إلى رسول الله تستأذن، زوجي أوصاني ألا أنزل وأبي مريض، أنزل عيادة أبي؟ فقال أطيعي زوجك. أرسل لها أطيعي زوجك. وبعدين أم أبوها مات، فأرسلت إلى رسول الله يا رسول الله أبي مات وزوجي مسافر وأوصاني ألا أنزل، فهل أشيع جنازته؟ فقال أطيع زوجك. فأطاع زوجها، فأرسل إليها رسول الله يقول لها إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك، وفي رواية إن الله غفر لك بطاعتك لزوجك. واللي بالله عليك مثل هذا الحديث اللي روايته ضعيفة، ولو كان حتى حديث صحيح مش يجب تأويله بما يتناسب مع قيمة المرأة وقيمة الإنسان؟ ولا للدرجة دي المرأة ما عندهاش مشاعر تجاه أبوها اللي رباها
وما تنزلش حتى جنازته. أو مهما كان مصدره يمكن افتراض أنه حديث غير صحيح حتى لو قال المتخصصون أنه صحيح، لأن متنه غريب على قيمة النبوة. عايز أقول يا متلقي أنت السيد، حديث سواء كان صحيح ولا ضعيف ولقيته موافق للفطرة اللي جواك، سيادتك فطرتك اللي هي أخذت بيه وفرحت بوجود سند، لكن لما تلاقي الحديث يخالف الفطرة ويجعلك إنسان إرهابي وإنسان قاسي وإنسان يعني الناس تنكر عليك، اوعى تظن إن ربنا كده، لا ربنا أجمل من كده ودينك أحسن من كده، فلازم تعرف إن في غلطة هنا. وأجمل شيء مؤدب تتعامل به مع هذا النص التوقف. يعني التوقف تقوم تقول أنا بحترم النص بس أنا مش قد تفسيره، مش فاهم تفسيره، لعل له تفسير لا أعرفه، فأنا ممتنع عن إبداء الرأي فيه، ولكن هنفذ فطرتي السوية اللي فيها الإنسانية وفيها رحمة ربنا. على فكرة أنت عملت شوه بس في سيف ثالث. هو سيف الطاعة. أرجو يكون في دقيقة لأنه بعدين عشان نأجله. لا معلش. أصل سيف الطاعة ده هل يمكن تأجيله لحلقة الزوج؟ سيف لا يبقى معلش نقوله في دقيقة واحدة والأفكار مش هتاخد دقيقة. طيب معلش حضرتك اختصره لي. سيف الطاعة مقدم على إن المرأة يجب أن تطيع إذا أمرها أطاعته، وخاصة في العلاقة الزوجية. وحديث في البخاري ومسلم، وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فغضب عليها فعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لمسلم لعنتها ملائكة السماء، كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى زوجها، أي كان الله ساخطا عليها حتى يرضى الزوج. وفي هذا الحديث رواه الترمذي عن طلق بن علي إن سيدنا رسول الله بيقول إذا دعا الرجل امرأته فلتأته وإن كانت على التنور، وهي بتخبز تسيب الطبيخ وتسيب الفرن وتسيب البوتاجاز وتسمع وتلبي فورا. هذه الأحاديث اعتبروا إن سيف الطاعة ده بأمر السماء وأمر الدين، فلا يجوز للزوجة إلا أن تلبي. كيف ولها إنسانية وربنا بيقول وقدموا لأنفسكم؟ يعني العلاقة للدرجة دي وصلت السلطة لمرحلة استخدام الطاعة في مثل هذا الأمر اللي قائم على الأنس وقائم على الرفق والتعامل الإنساني، احنا كده بنهدم الإنسانية. فإذا لازم أمام هذه النصوص نعلي الإنسانية، ونأتي أمام النصوص اللي هي يعني تخالف هذا الظاهر أن نتجمد أمامها ونقول متوقفين، أو نؤولها بتأويل يتناسب مع الجمال الديني الذي يجب أن يكون، إن الله جميل يحب الجمال. ننتقل للعنصر الأخير، الأفكار الإجرائية التي كتير. يمكن أن تترجم هذه القيمة العظيمة الزوجة الصالحة في حياتها. كتير قوي بس الحقيقة هي فيها، أنا شايف كل ما تكرم الزوجة كل ما تاخد منها. فأنا عايز كلمة تسلم الأيادي للزوجة، لما تلاقيها طبخة طبخة كويسة، لما تلاقيها رتبة البيت ترتيب كويس، لما تلاقيها بذلت مجهود في البيت وانت عادي عندك حتى لو طبخة مش حلوة، فانت لو يعني يبقى فيه الفاق، فانت لو قلت يعني اي كلمة حلوة هتفاجأ بان صارت زوجة صالحة. الامر الاخر، فين الاهداءات الخاصة بان تكون صالحة صحيح؟ فين هدايا المكياج؟ فين هدايا اللبس المناسب؟ ده ايضا مش بيخليها زوجة صالحة. فين رعايتها الصحية؟ يعني ليه تسيب الزوجة منشغلة بالأمومة ومنشغلة بالبيت وتنسى نفسها وجسمها يكبر ومحتاج طبيب أغذية ولا محتاجة جيم ولا محتاجة رياضة؟ ليه ما تهتمش بهذا الأمر؟ ليه ما يبقاش في حديث بينك وبين الزوجة من أجل أن هذا الود اللي هيحولها إلى زوجة صالحة؟ أيضا من الأمور المهمة الكشف الطبي قبل الزواج، هيطمنك دي زوجة صالحة ولا صالحة، فانت عرفت من بدري انها تنجب او لا تنجب. افكار جميلة واجراءات جميلة، وانا منحاز دائما للدكتور سعد الدين هلالي، ويلحون علي منذ فترة لانه الوقت البرنامج انتهى، ولكني احاول ان يعني اكتسب مزيد من الوقت. على كل حال لا نملك في النهاية الا ان نشكر فضيلة الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، شكرا جزيلا. احبائي المشاهدين ايضا اشكركم، وباذن الله نتمنى ان نقرا اقتراحاتكم في خطابات ترسل على عنواننا في مزبيلو كورنيشن نيل، القناة الفضائية المصرية، برنامج مجلس الصائمين، ومسابقة تشارك بفكرة. وإلى اللقاء بإذن الله في الغد وحلقة جديدة من مجلس الصائمين. هذا البرنامج برعاية